وقفت حروفي في ربوع بياني وأتى القصيد بأروع الألحان وفي أرض خير قد بدت مسجوعة بفرائد الأموال والتبيان نبدي الجمال على غصون فهائكم ليفوح عطر الورد والريحان أمجاد قد أبدت جمالا خافقا صنعت قلائد من جمال هاني ومجدات بنت القصير قد سارت بالنور في اللنحاء والأركان ولأجل أشواق الحروف تأنقت تحكي باها الفعل بالإيمان وجدان قد أبدت حديثا شامخا قسمت وميض الخير في إمعان أما لي أم لك السماء تزينت فرقت بروق الخير والإحسان ومرام تلك حادث خير ينجلي تلك ابنة العوف ارتقاء ساني وبدر بدر قد توهج نوره يحيي حكايته على الأزمان وختام قد ختمت بحسن مساكب غيث تراه بأطياب الهطلان أما انتصار فإنها قد حلقت لتحوز أجرا في ربوع جناني ولأجل لؤلؤة المعاني قد سامت ألقت بهاء طيبا بمعاني والكون يشرق من رواب كلما ظهرت توالى الخير في أفناني وهناك من أمل ترى كل المنى تربي قصيد السعد بالأوزان وضحى التي أضحت بخير مكانة تهب الجمال برفعة الإيمان ومرام قد صنعت بهاء حاضرا بنت النحيت ونورها نوراني وكذاك عائشة احتوت كل الهنا جعلت ما نبيعها إلى الظمآن أما لفاتنا فالقلوب توجهت وتوجهت في السير للرحمن وجواهر الساري بدت في روعة تهمي بغير تأخر وتواني ولنوف مرتفع علت بفعالها فوق السحاب بدون ما نقصان وعهود إن لها الفجاج تزينت سارت تقود كفعلات الربان وإذا الهنوف بدت فإن سماءنا تبدي السحاب بأفضل السكبان يا طالبات الخير.